نتابع ببيروت مع ضيوفنا خبيرة التجميل رولا كرم والمتخصصة بالفانك شوي سارة بصيبس. مرحب فيكم مرة جديدة. سارة، كيف تعرفي بداية بالفانك شوي؟ شو هو أصوله جذور هالعلم؟ هو الفانك شوي أول شيء خلينا نبلش شو معنات فانك شو معنات شوي. أوكي. هو الفانك هو معناتها الهواء يلي الطاقة اللي بتجي من السماء، وشوي هي المي الطاقة اللي بتجي من الأرض. أوكي. سو هول العنصرين الأساسيات بحياتنا، يعني الحياة بلاهم ما بتكفي. صح. فهو الفانك شوي كعلم هو بلش بالصين، صار له عمره أكثر من 5000 أو 8000 سنة، في دراسات بتقول 5000، دراسات بتقول 8000 سنة. أوكي. وكمان صار يتطور مع تطور الطاقة بالحياة ومع تطور الحياة كلها سوا. هو علم بيعلمنا كيف نظبط حياة لسبيس نحن قاعدين فيها، إن كان بيتنا ولا مكتبنا، جنينة، حتى بإيفنتس كمان فينا نعمل فانك شوي. كمان. حتى تكون الطاقة ماشية بطريقة تصير تتناغم مع القاعدين بأهل البيت، يعني مع القاعدين بالبيت. وحتى تكون كثير ماشي بطريقه كثير طبيعيه، بطريقه كثير صحيه وبوزيتيف، لانه بتعطيكي راحه كمان وانتاج اكثر يمكن وتركيز اكثر، يعني بتغير لك نوعيه حياتك اذا فينا نقول، يعني على كل الليفلز. مظبوط. هلا انا بامن بالفانك شوي، فقمت بدلت تختي حطيته هيك بوجه الباب، بتحس حالي عم نام نوم عالي اكثر نايمه وهيك اليوم انا حسب بأي اتجاه الشمس، حسب دايركشنز يعني. طيب وين تخصصتي بهالمجال سارة؟ انا تخصصت بفرنسا في فيدراسيون انترناسيونال فانك شوي دو تان بريزون. وكيف تعرفتي انت عليه لهالعلم؟ تعرفت عليه بالصدفه، انا كنت اشتغل از ريكروتر بشركه، فكان في عندي بوزيشن كثير صعب جيب حدا عليا، يعني جيب مثلا جيب اعمل ريكروتمنت لشخص بعد يومين يفل، مع انه كانت البوزيشن كانت كثير حلوه وانه كانت شغل حلو ووين شكله كان محطوط بال بس سمعت بالغلط، سمعت حدا قال لي بركي الفينك شوي تبع المكتب ما انه منيحه، قلت له انا بركي شو؟ قال لي بركي الفينك شوي، هيك لمعت الفكره براسي. وبتعرفي لما يكون في شيء عم بيعيط لك بالحياه، هيك الميشن تبعك عم تعيط لك، فدورت وشفت وين بدرسها ودرستها ومشى حالك. قد ايه حالك يعني تقريبا؟ اربع سنين تقريبا. اربع سنين. اوكي، طيب هل في امور اساسيه لازم نعرفها قبل ما نشتري اغراض البيت او مفروشات البيت؟ اكيد، هو الفانك شوي بيرتكز على عناصر الحياه يلي هن النار، الهواء، المي، الخشب والتراب. اوكي. وكل يعني كل غرفه بالبيت مرتكزه متعلقه بهيدا العنصر، بهول العناصر. وكل عنصر يعني المفروض يكون، كل غرفه المفروض تكون باتجاه معين. فاللي بده يشتري بيت او اللي بده يعمل ديكور لبيته، هلا يا ريتني قلت لك قبل ما اخذ هالشاليه انا كنت عملتي فينك شوي، هلا عم فكر كيف لازم استفسر. ما هي هون هي اللي قلت لعبي كيف لازم تكون، صوب البحر ولا صوب الجبل؟ بنعمل لها دراسه اكيد. هي يعني اكيد يعني كل غرفه المفروض تكون باتجاه معين، كمان الالوان المفروض تكون كثير تتناغم مع شخصيه الشخص، يعني شخص اول شيء لازم يعرف هو شو في عنده طاقه. هي كمان دراسه بعملها مع دراسه الفانك شوي للبيت، بتشوفي شو في عنده طاقه، شو في عنده عناصر موجوده بشخصيته حسب الديت اوف بيرث تبعه، حسب يعني هذا الان في بحياه لمحل بالعالم. بشوف هو شو في عنده طاقه وشو في عنده طاقه بالبيت، يعني بنخليها تتناغم مع بعضها. اوقات بيكون في اشخاص تنقول عندهم عنصر النار زايد اكثر من عنصر المي فور اكزامبل، فبنعمل لهم توازن بهول العناصر. بس اذا كانوا كتار سارة يعني كذا شخص قاعدين من شخص بتنعمل لكل الاشخاص اللي قاعدين، يعني اذا في كم طبقة مثلا اذا في عائلة وقت القعدة يمكن بتزبط على هالناس على بعض افراد العائلة هيك وعلى بعض اذا قلت تنقول اوضه القعده بتنعمل الستاندرد تبع الفانك شوي، بتصير تعدلي بالقصص، مثلا تنقول اوضه غرفه النوم تبع الولاد بتعمليها يعني بتعملي الطاقه بتتناغم مع طاقه الاولاد، غرفه الكابل كمان بتعمليها بتتناغم مع الكابل، بتصير تلعبي بس ما بيقدر الشخص مثلا منه لحاله يشوف انه هيك بيرتاح ولا ضروري يروح على الناس متخصصين؟ هي بتعرفي يعني في كثير كتب تحكي على الفانك شوي، بس اذا انت بتجيب كتاب وبتقريه صعب تطبقيها، يعني بدك حدا دارس حدا عامل براكتس اكيد طبعا دارس وبيعرف بيعرف يعني عنده خبره. طيب عاده كمان بيقولوا المرايات بتلعب دور كثير كبير بهالعلم. مزبوط. هيدا
ما بعرف المراية يمكن أو كمان الباب كيف تفتحيش لازم يكون فيه بوجهه. هون شو فينا نقول؟ بتعرفي شو نانسي، يعني كل عنصر بالبيت إن كان باب ولا إزاز ولا تخت ولا فوتاي ولا كل شيء، كلهم بيلعبوا دور كثير مهم بقلب البيت وبقلب طاقة البيت. بس المراية قال ما لازم تكون بوجهك، بوجه بوجه الباب، بوجه التخت، بوجه التخت كمان ما منيحه. يعني حتى يعني تخيل انت بتقومي الصبح هيك بتطلعي بتلاقي حالك انت اذا كان عندك غزلات من فوق لتحت كلها مرايات شو بصير؟ لانه بتعرفي بتعكس الانرجي، المرايه بتعكس الانرجي بطريقه معينه، ف يعني الانرجي اللي عم تجي لك على التخت بتعكسها بطريقه معينه فمانها كثير صحيه. انت المرايه حكي قبل التخت بوزيتيف مش هيك؟ نعم. من هيك بتحسي ايام بفوتي على بيت اما محل بتحسي في شيء بوزيتيف، بس ما بتعرفي هلا صراحة هيدا الشيء جديد رح اختبره وبخبرك اذا ارتحت انت ولا ما ارتحت. هلا عم بعمل هيك بوجه التخت كلها مرايات كثير، يعني الخزانة كلها مرايات، خزانة كبيرة. ايه لشوف بس بدك تنتبهي لهم، وضعك تنتبهي للموضوع. حملوني شوي اذا جيت ماسكرا بتعرفوا المرايه، بتعرفوا انه الفينغ شوي ببيتك منا منيحه، المرايه منا منيحه. اوكي كمان بيقولوا قبل ما تاخذي يمكن البيت او قبل ما تاخذي المكتب كمان يمكن الطريق او وين موجوده البنايه كمان لها تاثير. يعني تخيلي اوقات انت ساكنه ببنايه في تحتها ما بعرف موتورات للكهرباء او عم بيطلعوا بدخن كثير، في بولوشن كثير طبيعيه، بولوشن معنا طبيعيه، فا او مثلا يعني هول بيعملوا نوع من الانرجي كثير عاطله، او مثلا حد عميد الكهرباء اللي بيعملوا شانك مغناطيسي كهرباء التوتر العالي. يعني هول تخيلي انت قاعد حد هول اوريدي هلا يعني عم نعمل دراسات انه بيسببوا امراض كثير، فهيدا ان جنرال هول بيقول انه ما العالم تقعد حد هول المحلات اول شيء. يعني هيدي كجنرال فيو اذا بدك. نعم. طب كان عندك تجربه هيك مع ناس قرروا يتبعوا الفانك شوي وغيرتوا لهم وهن تغيروا مثلا بالبيت؟ اكيد اكيد. اكثر خبرينا عن وحده من هالتجارب. كثير. في مره عملت فانك شوي لبيت كانوا هن مجوزين كابل وعندهم ولدين، بس كان المسيو كان عم بيشتغل بشغله وصار له فتره بده يستقيل من شغله يفتح بزنس له هيك، بس ما كانت عم تزبط معه. فلما عملت لهم فانك شوي كنت يعني وخصوصا لاوضه النوم تبعهم كثير اشتغلنا عليها، فبس من بعد الفانك شوي بشي شهر شهرين استقال وهلا فاتح هيز اون بزنس. و مش انت درست طاقه هيدا الشخص؟ يعني اكيد خاص أكيد. البرج شيء هي ليك نحن لانه كلنا اللي هون انا وياكي وساشا وبلال ناري هي هاي دراسه اللي هي اسمها تيليرولوجي اللي هي علم المركز تبع الارض وتاثيراته على البشر على الحيوانات على النباتات وعلى المعادن. هي الاسترولوجي اللي هي تاثيرات الكواكب من فوق، تاثيرات الكواكب اقل من تاثيرات الارض لانه هي بعاد عنا الكواكب، عرفتي كيف؟ تاثيرات الارض عم ناخذها يعني دغري، هي تحت اجرينا يعني دغري عم تاخذي هالانرجي. عم ناخذ هيدي الانرجي. بيتم الاختبار على بالي قاعد بدي انا اشوف شو نصيحتها كمان لرولا ممكن هلا ما بعرف هلا رح نحكي. رولا كانت عم تخبرني باي ذا واي انه مين ما فات لعندها على الانستيتيو بيقول لها انه عم تجيب هيك شيء الجاز كثير عالي وبفوت ضوء طبيعي على ضوء النهار عم تفوت على المحل، كثير مهم. والبراد رقاق كثير والالوان كثير فاتحه، بينك فاتح فاتح وابيض، هيك الوان فاتحه بتحسي في كثير حتى مضبوط حتى الالوان كمان ترش الحيطان كمان بيأثر، فهيدي عم تلعب كثير بوزيتيف ايفكت عم عند رولا. سبحان الله حتى في مرات بتفوتي ساره على بيوت من اول ما بتعبي بتحسي حالك مهووجه منك مرتاحه ضيق خلقك. مظبوط. هلا انا بحسب دراساتي بربط هيدا الشيء للاهل البيت، يعني لاشخاص بحس او هن عندهم طاقه سلبيه او في طاقه هن مجرد ما عم بيكون عندهم طاقه سلبيه يعني هن ما مرتاحين ببيتهم اخذينا من هال اكزاكتلي يعني هن ما مرتاحين ببيتهم. سو ذاتس واي انه لازم اول شيء يرتاحوا هن ببيتهم يعملوا فانك شوي يكونوا عايشين هيك بكثير راحه وهيك بيقدروا يطلعوا الراحة لغيرهم يستقبلوا غيرهم من العالم يكون هن مرتاحين يعني. وقد ايه حلو هيك توعي الصبح مثل كنت عم تقولي عندك بالانستيتيو على ضوء طبيعي بحر بوجهك الوان هادية الوان نباتات حلوة. اصلا انا ما بعرف اذا هيدا خاص بس كل شيء بيوت فيها شبابيك يمكن البيوت القديمة اللي فرشها بيكون قديم الستيل يمكن لا ستيل لا فيك تفوت القديم ايه كلاسيك يعني القديم
كلمة ما تطلع على راسي إيه. فكتير بتزعجني كتير بحس حالي مزعوجة والكبير أصلا إذا المول كبير أو أي شيء كبير بحسه هيك بيوتر كل شيء هيك أنتيم وصغير أزبط كوزي بيكون الإنرجي عم تتفاعل بطريقة أسرع. طيب سارة إذا بدنا نعطي هيك نصيحة للي عم بيتابعونا الألوان يمكن الحيطان صوب شو لازم نروح؟ في اشخاص يمكن ما كلهم بحبوا الابيض والبيج بس شو في الوان ثانيه ممكن تريح كمان؟ هي يعني لكل غرفه في لها الوان معينه مثل ما كنت عم بقول لكم انه كل عنصر متعلق بغرفه معينه. اذا بدنا نحكي بالاوض القعده مثلا اوض القعده حسب اذا اوض القعده عم بيصير في كوميونيكيشن عم تستقبلي العالم فيها او اذا بتستقبلي ناس فيها بنروح هون على الالوان اللي خاصه بالمي اكثر اللي هي بلو سيال او بلو جراي او جراي اذا فينا كم بوردو كمان بيكون كثير حلو كمان. بلو مارين كمان هيك حلو عم انت عم تستفيد منه انا اوريدي هيك في لك شغله اوريدي ما بعرف سلمت المهمه لحدا وهو عم بيعمل لي شو حشوف الله يستر الله يستر خبريني اذا ببقى بخبرك اذا شو الالوان بس عم بشوف اذا رح نحاول تشيلي لنا هالمرايات لانه مشكله تجي هيك موتره مجنونه على السجن عن جد يعني عن جد لانه الفينك شوي يعني او بتحسي حالك كثير عايشه ب بتوازن بسلام او يعني ما بتطيقي تفوتي على بيتك لانه عم بضحك لانه انا بخاف كمان فعم بتخيل حالي قايمه بالليل شفت حالي كده جابيني يعني بيش طلع اذا حدا لحقني كنا قصه المرايات امويه بالليل مش قادره خلينا نسال رولا وساره على الدايننج تيبل هيك بنكمل حديثنا كمان مع ست جلال كنج اصلا انا هن عم يحكوا انا عيني لورا تفضلوا عن جد جعنا ريحه بتشهي يمي بدي ذوق السوب سوب تفضلي حتحبوها اوكي مثل ما سبق وقلنا اليوم عملنا السوب يلي هي على هليون هي سوب كثير طيبه حطينا لها شويه من الكريم فريش نانسي وسخناها منيح لنانسي نانسي عم بتلسع بحبها السخنه ما تركناها لاخر شيء تنسخنها ومثل ما عم بتشوفوا زيناها بالاسباغ واشتغلنا اليوم بالدجاج مع الاناناس يلي بنرجع بنذكر انه حطينا له بصل ودجاج وكوكونات ميلك ضفنا عصير الاناناس وما بدنا ننسى الكاري بهار الابيض بهار الاسود واليوم حبيت اقدمه مع التاغلياتيل بس اكيد فينا نستخدمه مع الرز او مع البني او مع الكينوا كمان بيطلع طيب وهي لازم تكون هيك ايه ما هي لانه ايه اكيد شديناها نانسي ايه اكيد كل ما الصلصه كانت اشد كل ما اطيب اوكي تفضلي عم تشيلي بس ما بتحب انا كمان ما كثير بحب حطيناهم هيك للمنظر تفضلوا ذوقوا رح ذوق انا كمان السوب انا حبلش بسوب سوبر سايدين على فكره انا كثير بحبها لل والله ما انا مش هيك عملتها بس دائما بجيبها لالي كل طبعا هيدي افضل شو بتغار سمعتنا عم بتحبها اول حلقه الاساطير بتحبها لا كلنا بنحبها لالي كلنا بنحبها لا ثانك يو لالكم الله راد الله راد ميرسي اهلا وسهلا فيكم رولا صار بدها لكن زارة لعندك اي مطة نحن فولي بوكر سارة ثانك يو على كل النصائح اللي اعطيتينا اياها اهلا وسهلا فيك دلال نشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي ما تنسي السوشي كيك انا ونانسي كمان بنحبكم منيحة احسن سلام ثانك يو لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا بنشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة بكره باي